بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام مشاهدي قناة نباتات وأشجار مثمرة، كل عام وحضراتكم بألف خير، يا رب تكونوا بخير وفي نعمة وبصحة جيدة. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن نبات الوينكا. نبات الوينكا طبعا زي ما حضراتكم شايفين قدامكم كده، مفيش حديقة عامة أو مفيش مدخل عمارة أو مدخل فيلا أو مدخل حديقة، مفيش اي زينة او اي بهجة الا ولازم تكون نبات الوينكا سبب في نشرها. نبات الوينكا وازهارها الجميلة المختلفة الملونة المتنوعة اللي بتساهم بشكل كبير جدا في الحدائق وتساهم بشكل كبير جدا في نشر البهجة ونشر الزينة بسبب ظهورها المختلفة والمتنوعة والألوان الكتير المتنوعة، بحيث ان هي لها ألوان كتير، ألوان زي اللون الأبيض واللون الأحمر واللون البنفسجي واللون الوردي زي ما حضراتكم شايفين بالظبط قدامكم في الصورة. هنقرب شوية لحضراتكم. الوينكا زهرة جميلة جدا وزهرة يعني ممتازة، وزهرة بتشبه مع اللون الأخضر كمان، بت بت بتدي منظر جميل جدا وما بترتفعش كتير وبتنشر أوراق كتير جدا، بتطلع أوراق كتير وزهور كتير خالص، ما بترتفعش كتير، بتبقى حوالي تقريبا 80 سنتي 90 سنتي، ما بتزيدش عن متر ارتفاعها. الساق بتاعتها ليها ساق خشبية مما يؤدي إلى بتكون صعبة في يعني ما بتكونش سهلة زي نباتات تانية الكسر أو سهلة التقليع، بتكون ساق خشبية وأوراقها طبعا أو ثمارها بتاع أزهارها بتنبثق من اباط او من بين الاوراق، من بين الاوراق كده بتطلع الزهور بتاعتها وبتبقى شكلها جميل جدا مع اللون الاخضر. طبعا من ضمن اكتر مميزاته ان هو نبات سهل الاكسار، يعني بيطلع البذور بتاعته بيتم اكساره عن طريق البذور او عن طريق التشتيل او عن طريق التعقيل في فصول الربيع. اكتر عمليات الاكسار بتتم عن طريق البذور، وبيزرع في الاماكن الظليلة او الاماكن شبه الظلية، وبيزرع في الحدائق العامة لاضفاء يعني منظر جمالي رائع. البذور بتاعته بالنسبة للبذور بتكون بذور سوداء صغيرة تشبه بذرة حبة البركة، ودي من أكبر خصائصها ومميزاتها. الزهرة الواحدة أو الشجرة الواحدة بتطلع بذور كتير جدا كافية لأن هي تنشر حديقة بالكامل. طبعا ليها فوائد عظيمة جدا، غير بقى المنظر الجمالي والبهجة اللي هي بتضيفها على الأماكن اللي بتزرع فيها، ده ليها كمان فوائد طبية بتستخدم في العلاج لمرضى السرطان ومرضى السكر ومرضى الدوسنتريا وأمراض كتير جدا بتستخدم فيها. وبتعتمد دولة مدغشقر اللي هي الموطن الأصلي ليها، بتعتمد عليها اعتماد كبير جدا في يعني بتعتمد في استخدامها اقتصاديا، بحيث ان هي بتستخدم في العلاج وتصدير المنقوع بتاعها وتصدير الشجرة نفسها والزهرة والاستخدامها في العلاج. طبعا بيتم زراعتها بشكل كبير جدا لان هي بتتحمل الجفاف وبتتحمل الحرارة الشديدة، وبتعطي زي ما قلنا وزي ما اتفقنا انها بتعطي منظر جمالي رائع في مداخل العمارات ومداخل الحدائق العامة والحدائق الخاصة، يعني بتعطي منظر رائع منظر جميل جدا.
وما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.